الرحمن الرحيم. جامعة الدمام عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، مادة النظام السياسي في الإسلام. معكم الدكتور صالح الضلع. وصلنا إلى حقوق الحكام ومخالفة البيعة. حقوق الحكام ومخالفة البيعة. نظم الإسلام العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أحسن ما يكون، مما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة. هذا الموضوع في صفحة 199 من كتابنا الذي نتدارسه. فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم تحدثنا فيها كثيرا، وذكرنا أن الحكام هم نصحة، وهم الذين يقومون بالعدل، وكذلك يقومون بحماية المسلمين من أعدائهم من الأعداء، وكذلك أي بدعة أو أي مفسدة في المجتمع يستأصلونه ويبدلونه بالخير. فجعل لبيعة الحكام حقوقا وتبعات، وأكد على الرعية القيام بها ورعايتها حق الرعاية، كما أنه جعل للبيعة مخالفات، حذر من التلبس بها حتى لا تكون هناك فتن ودماء ونكبات وأرساء. ذكرنا أن من حقوق الرعية لحكامهم الدعاء لهم، وذكرنا بعض الأمثلة وكيف أن الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة كانوا حريصين على الدعاء للأئمة، ويقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلناها للإمام. ذكرنا أيضا من الأمثلة أن من وعظ السلطان أو وعظ غيره في العلن فقد فضحه، ومن وعظه في السر فقد نصحه. يعني النصيحة تكون دائما في الغالب، ومن أراد أن تقع موقعها فعليه أن تكون في السر، ويكون الإنسان مخلص في أدائها، وألا يكون هناك مادة للتشهير وأن إرادة إفساد المجتمع على حكامهم. علينا أن من حقوقنا أو من حقوق الحكام على الرعية توقيرهم، احترامهم، السمع والطاعة، النصرة والتعاون. طيب هذه حقوق. طيب هناك أيضا مخالفات لمقتضى البيعة، أهمها الطعن والتشهير، الافتيات على الحاكم، كأنه لا يوجد حاكم، فالإنسان تجد الشعب وغيره يحاكمون غيرهم ويحاكمون بعضهم البعض ويقومون بالحدود دون الرجوع لولي الأمر، فيكون هناك افتيات، يعني تعدي على ولي الأمر. أيضا عدم الدعاء له بل الدعاء عليه، كتم ما يجب أن يعلم به. ولا بأس أن نقف في هذه المحاضرة على بعض الحقوق وبعض المخالفات بالبيان والتفصيل. أول الحقوق للحكام الإخلاص والدعاء لهم. لذلك لما جاء الصحابي فقال يا رسول الله يعني أوصني، والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المرات يأتيه الصحابة وكلهم يريد أن ينصح له النبي صلى الله عليه وسلم وينصحه ويبين له ما واجبه نحو الإسلام وما الذي يترتب عليه، ما هي الحقوق التي له وما عليه، فيبين. مرة من المرات يأتيه أحد الصحابة ويقول له يا رسول الله أوصني، فيقول لا تغضب يا رسول الله أوصني، يعني كلمات بسيطات، يعني عطني شيء أكبر. فقال أو لا تغضب، يردد مرارا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. يأتي آخر يقول قل آمنت بالله ثم استقم، ويأتيها آخر يقول الدين النصيحة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر العلماء الحكمة من تعدد هذه النصائح، قالوا حتى يكون التبليغ للأمة من عدة
مصادر. هذا رجل يقول للأمة ترى النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بالنصيحة، الرجل الآخر يقول اتق الله، قل آمنت بالله ثم استقم، هذا يأتي ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة. دين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين، للأئمة ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعمتهم. أيضا حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يعني النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، يعني هي نعم كلمة ولكن هي تعتبر جملة، وهي إرادة الخير للمنصوح له. إرادة الخير، إذا قلنا ما معنى النصيحة، هي إرادة الخير للمنصوح له، وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى وهي إرادة الخير للمنصوح بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. وأصل النصح في اللغة الخلص، يعني الإنسان من حقوق الحكام علينا أن نخلص لهم يعني بالنصيحة، وأن ندعو لهم، نحب لهم الخير، نكره ما يسوءهم. وقد عبر الشارع الكريم بهذه الكلمة وهي الدين النصيحة. طيب، يقول ابن رجب الحنبلي تعليقا على هذا الحديث: وأما النصيحة لأمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم. يعني أن تحب يا رجل يا امرأة أن ولي الأمر أن يكون صاحب عدل وصاحب رشاد، وأن تحب أن تجتمع الأمة عليه، وأن تكره افتراق الأمة عليه، بل أنك تعينهم على الحق وتطيعهم فيه وتذكرهم بالحق وتنبههم عليه برفق ولطف، وأن تدعو لهم بالتوفيق. ولهذا يقول الشيخ العلامة بن سعدي غفر الله له: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان الأعظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من لهم ولاية صغيرة أو كبيرة، فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم. يعني الدين النصيحة سواء للقاضي سواء لولي الأمر سواء الأدنى فالأدنى. طيب كيف؟ يقول الشيخ: باعتقاد إمامتهم، أن نعتقد أن هؤلاء أئمة لنا، وأن نعترف بولايتهم، بل يجب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم، وأن نحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل الشيخ يقول: والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق، فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم. يعني يجب على الإنسان أن يعتقد إمامة من ولاه الله علينا، وأن نأتمر بأمره، وأن نطيعهم بالمعروف، وأن نجتنب سبهم أو القدح فيهم وإشاعة مثالبهم، فإن في ذلك شرا وفسادا كبير، وخاصة الآن مع وسائل الاتصال الحديثة الآن تفشت يعني هذه الأمور، والسباب نقل المثالب، يفرح الإنسان بأنه فلان فعل كذا وفعل كذا. لماذا؟ هذا من شاعة الفوضى في البلد، وعدم يعني نصيحة لمن والله عز وجل الأمر. بل يجب علينا الإنسان أن ينبه بسر لا علن وبلطف وبعبارة تليق بالمقام، فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمر، فإن تنبيههم على هذا الوجه في خير كثير، وذلك علامة الصدق والإخلاص. ثم يقول الشيخ ابن سعدي غفر الله له: واحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك
بالتمدع عند الناس، فتقول لهم إني نصحتهم وقلت وقلت، فإن هذا هو عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص. لذلك علماءنا غفر الله لهم تجدهم يسمعون من الناس ثم بعد ذلك ينتقلون ولاة الأمر بلطف، وينقلون لهم بلطف وبصدق وإخلاص، ولا ينقلون يقول فعلنا وأدينا النصيحة وأننا ونصحناهم علمناهم ذكرناهم، لا. لماذا؟ يقول الشيخ لأنك إذا قلت سوينا وحطينا وفعلنا وأدينا وكذا، هذا ترى يفسد على العالم أو الناصح نصيحته، وأن تكون نصيحته لأجل الناس حتى يقول أن ترى فلان ناصح ناصح أمين، لا. ولذلك على الإنسان الصدق في النصيحة، وأن الإنسان يكون مخلصا في دعائه لهم. فمن حقوق الحكام الإخلاص. ولذلك يقول ابن باز غفر الله له: أما الدعاء لأولياء الأمور فمن أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. وهذا كذلك نص عليه الإمام الطحاوي عام 1321 المتوفى في 321، يقول أن الدعاء لهم، يعني وهذا يا أخواني على الإنسان أن يحرص للدعاء، أن يدعو لولاة أمره ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك: اللهم أصلحهم، اللهم وفقهم، اللهم سددهم، اللهم أصلح بطانتهم. هذا يقول هذا منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون لولاة أمرهم ولا ويتقربون إلى الله بذلك، لأنهم إذا صلحوا فبإذن الله صلاحهم يعم على المجتمع. ويقول الفضيل بن عياض: لو ظفرت ببيت المال لأخذت من حلاله وصنعت منه أطيب الطعام، ثم دعوت الصالحين وأهل الفضل، فإذا فرقوا قلت لهم: تعالوا ندعو ربنا أن يوفق ملوكنا وسائر من يلي أمرنا. أيضا يقول الإمام: إذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم، وإن جاروا وظلموا لأن جورهم يعني ظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. هذا الآن الأمر الأول حقوقهم، وهو صلاحهم. الآن ننتقل إلى الأمر الثاني، وهو التوفير أو التوقير والاحترام. التوقير والاحترام من حقوق بيعة ولي الأمر الإخلاص، التوقير والاحترام. فأوجب الشارع الشريف على الأمة توقير، وهذه صفحة 203 موجودة، توقير الأمة وتوقير الأمراء واحترامهم وتبجيلهم، ونهى في الوقت نفسه عن سبهم وانتقاصهم. يقول سهل بن عبد الله التستري: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. وننظر الآن نحن في حياتنا، هل الناس يوقرون علماءهم؟ هل الناس يوقرون السلطان؟ فإن عظموا العلماء والدعاء والمشايخ وأهل العلم وكذلك ولي الأمر، فإنهم بإذن الله تصلح دنياهم وأخراهم. يقول ابن المبارك رحمه الله: ذهبت من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت الدنيا. وفي تقرير ذلك يقول ابن جماعة نفس الكلام، ويقول صاحب الدرة الغراء: يجب أن تكون هيبته يعني ولي الأمر بحيث إذا رأته الرعية أو كانوا بعيدا عنه خافوا منه. وسلطان هذا الزمان يجب أن يكون أوفى سياسة وأتم، أن يكون أوفى سياسة وأتم هيبة.
ليس لأن أناس هذا الزمان ليسوا كالمتقدمين، فإن زماننا هذا زمان السفهاء والأشقياء، وإذا كان ولي الأمر سفيها أو ضعيفا بينهم أو كما والعياذ بالله فكان غير ذا سياسة وهيبة، فلا شك أن ذلك يكون سبب خراب البلاد، وأن الخلل يعود على الدين والدنيا، فلا يسمعون كلامه ولا يطيعون أمره، ويكون الخلق عليه ساخط. لهذا ورد في الحديث الحسن: السلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه أهانه الله عز وجل. أيضا في الحديث: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس أيضا يعني من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني إذا أكرمنا وقرنا صاحب الشيبة، يعني مثل ما يقال الآن باللفظ العام الشايب، وقرناه وصاحب القرآن وأكرمنا ذي السلطان يعني العادل، هذا من إجلال الله عز وجل، أنك من الذين يجلون الله عز وجل. أيضا يقول طاووس: من السنة أن يوقر العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. أيضا قال البغوي: إذا اجتمع قوم فالأمير أولاهم بالتقديم، ثم العالم ثم العالم ثم أكبرهم سنا. يعني إذا اجتمع قوم في منزل أو في مجلس نوقر من يعني تقدم له التوقير والإجلال، أولهم الأمير ولو كان أصغرهم، ثم العالم الشيخ وقاضي البلد، ثم الأكبر فالأكبر سنا. وهذا من الشيء بشيء يذكر، مثلا إذا كان في المجلس أنك توقر والدك أو والدتك ثم تبدأ بعد ذلك عن يمينهم، وإن كان لا يوجد مثل الوالد فيبدأ الأكبر أو الأعلم بالتوقير والتقديم ثم الأكبر سنا كما قال البغوي رحمه الله. الآن ذكرنا الإخلاص من حقوق بيعة ولي الأمر: الإخلاص، الدعاء لهم، التوقير والاحترام، ثالثا السمع والطاعة، يعني من حقوق ولي بيعة ولي الأمر أو حقوق الوالي علينا أن نسمع له وأن نطيع وأن نتقيد بالنظم والقوانين. فقد قرر علماء النظام السياسي الإسلامي أن من حقوق ولي الأمر التقيد بالأنظمة والقوانين، وبذل الطاعة له ظاهرا وباطنا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، إلا أن يكون معصية هذا من أكبر الحقوق لولاة الأمر على الرعية. يعني إذا أطعناهم يعني نؤسس الدعائم لانتظام أمور الدولة والجماعات، بذلك تتحقق أهداف الاستماع على ولي الأمر، لأن ولي الأمر لابد أن له أن يأمر له أن ينهى، فإذا أمر فلم يؤتمر بأمره، نهى فلم ينتهى عن نهيه، المجتمع ضاع، المجتمع لم يقم فيه العدل، لا فائدة للقوانين والنظم، فلا يتحقق العدل وتحقق النظام والقانون إلا بالسمع والطاعة، كما قال عمر بن الخطاب: لا إسلام بلا جماعة. لابد الجماعة إسلام يكون هناك جماعة، ولا جماعة بلا أمير، لابد يجتمعوا في أمير مع جماعة سواء داخل البلد بلاد المسلمين أو خارجهم يكون بينهم رئيس، ولا أميرة بلا طاعة، لابد من الطاعة حتى تكون هناك الجماعة ويكون هناك إسلام. أيضا النصح والإرشاد: ولاة الأمر والمسؤولون غير معصومين، فهم بشر يصيبون ويخطئون ولا يزالون في حاجة إلى نصيحة المخلصين
والنصح والإرشاد. هذه قريبة من النقطة الأولى، الإخلاص لهم، لأن الإخلاص يعني يدخل فيه النصيحة. يقول الإمام دار الهجرة في صفحة 206: حق على كل مسلم أو رجل جعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل على ذي سلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه، لأن العالم إنما يدخل على السلطان يأمره بالخير وينهى عن الشر، فإذا كان فهو الفضل الذي ليس بعده فضل. يعني هذه من أفضل القربات يتقرب بها المسلم إذا كان صاحب علم، أن يدخل على السلطان يأمره وينهى، يذكره بالله عز وجل. وذكرنا يعني يختار الأوقات المناسبة، الأساليب الحسنة، يذكر المعروف وينهى عن المنكر بأدب ولطف ورفق ولين، ويراعي في ذلك مكانته في الأمة. لذلك إذا كان مثل ما قيل لفرعون، يقول له الموسى عليه السلام، يقول لفرعون الله عز وجل، يقول قولا لفرعون قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. هذا لفرعون، من ذلك يعني لمن بعده من المسلمين. فعلى الإنسان يحرص أن تكون نصيحته دائما يعني بالكلمة الطيبة والموعظة. لا يقول الواحد أنا هذا طبعي، هذا لا فرق. يعني الواحد يقول هذا طبعي، هذا أنا ما أعرف إلا كذا، لا مو هذه وقاحة، هذه ما نسميها نصيحة. الإنسان يتأدب بأدب الإسلام ويقول أنا ما أعرف إلا أرفع صوتي، مو صحيح. الصحيح أنك تتعلم أداب النصيحة، أداب الموعظة، أداب. فعلى المسلم دائما أن يحرص يعني يأمر بلطف، يختار الوقت المناسب، يقدم بالدعاء، يختم بالدعاء، ينهى برفق بلين بأدب. لا ينسى أن المسلم إذا أراد هذه النصيحة الإخلاص لله عز وجل فيها، لا يريد أن يقال فلان أنا فلان ولا فلانة، لا لا لا، أنت تريد لله عز وجل هذا الفعل. يقول ابن القيم الجوزية في صفحة 207: النصيحة إحسان صادر عن رحمة وشفقة. ولهذا يعني الإنسان إذا أخلص العمل أو النصيحة تقع موقعها. بل يدعو له بظهر الغيب. يقول ابن القيم: النصيحة إحسان صادر عن رحمة وشفقة، يراد بها وجه الله في احتمال أذى المنصوح ولأمته بعد التلطف له في إلقاء النصيحة. والناصح لا يعادي إذا لم تقبل نصيحته لاقتناع بوقوع أجره على الله، مع الكف عن عيوب المنصوح والدعاء له بظهر الغيب. ويقول بالجوزي: الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ. فواحد لا يقول يا ظالم، يا من لا يخاف الله، فهذا تعد في هذا يعني يقول بن مفلح: والذي أراه المنع من ذلك. وفي هذا السياق يقول: قال رجل للرشيد وهو في الطواف: أريد أن أكلمك بكلام فيه خشونة فاحتمله. فقال الرشيد: لا لا، لا تكلمني ولا كرامة، فقد بعث الله من هو خير منك لمن هو شر مني. فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأكد على ذلك سفيان فقال: لا يأمر السلطان بالمعروف إلا رجل عالم بما يأمر وينهى، رفيق بما يأمر وينهى، عدل. وهذه يعني من أهم الآداب الواجبة، إلقاء النصيحة في السر وتجنبها في العلانية. وفي ذلك من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبديه علانية، لكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وهذا الحديث صحيح، هذا في أصل في هذا الحديث صحيح في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخليت
وخلت ذمته من التبع من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر. السلطان ليس ولي الأمر بس، يعني ولي الأمر العام الملك مثلا، لا، ومن أقل من ذلك، فلا يبديه علانية. وهذا يا إخواني منهج يعني نبوي، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، يعني وقد سار وفق هذا التوجيه النبوي سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام المشهورين. وهذا الحديث أصل في النصيحة لولي الأمر، ولهذا من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، لكن ليأخذه بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. قيل لأسامة بن زيد: لو أتيت فلانا يعنون عثمان فكلمته، فقال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أن أسمعكم، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لأكون أول من فتحه. يعني يقولون: قل لأسامة بن زيد، يعني يقولون لأسامة: رح أنصح عثمان رضي الله عليه. قال: لازم أقول لكم أني أنا أنصحه؟ أنا أنصحه. حتى أن يقول في رواية: والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من فتح. أنا ما أحب أن يكون، يعني مثلا لو إمام مسجد سجد كل الناس تنصحونه بالعلن، ما كان له هيبة، هذا في مقام أقل من ولي أمر مثلا. من بالك لو، فلذلك المنهج هذا، يعني ولي تنصح والدك، تنصح أمك، تنصح مثلا مدير مدرسة، تنصح مثلا أحد له سلطان، لا بد أنك تأخذه بالسر وتأخذ بيده وتقول له كلام لطيف، وهكذا ولي الأمر. قال القرطبي: يعني أنه كان يجتنب كلامه بحضرة الناس ويكلمه إذا خلى به، وهكذا يجب أن يعاتب الكبراء والرؤساء، يعظمون في الملأ إبقاء لحرمتهم، وينصحون في الخلاء يعني إذا خلوا بهم أداء لما يجب من نصحهم. وقوله: لقد كلمته فيما بيني وبينه، يعني كلمته مشافهة، كلام لطيف، لأنه أتقى ما يكون عن المجاهرة بالإنكار عليه. وقال القاضي عياض: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام، يعني كل واحد شوف هذا فعل أسامة، أسامة هو الذي فعل ذلك، ولذلك قال: لا، أنا لا أفعله، يعني وكن أول من يفتح هذا الباب، وهو المجاهرة على ولي الأمر، بل ونصيحته في العلن. وقال سعيد بن جبير: أآمر أميري بالمعروف، أآمر أميري بالمعروف، فقال: بينك وبينه. وجاء في الدرع السنية لعدد من علماء نجد: وأما ما قد يقع من ولاة الأمور من معاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد ذلك أنه من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين. وقال وهكذا، يعني مفتي المملكة السابق في صفحة 210 ذكر: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، بل يفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريق المتبع عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر من فعله، فليكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير ذكر أن فلان يفعلها، لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة بن زيد: ألا تنكر على عثمان؟ قال: أنكر عليه بيني وبينه، لا أفتح باب شر على الناس. ولما فتحوا الشر في زمن عثمان وأنكروا عليه جهرة تمت الفتنة والقتال، وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك، وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم.
بسبب الإنكار العلني وذلك العيوب وذكر العيوب علنا حتى أبغض الناس ولي الأمر. هكذا يا أخواني الأسلوب الحسن هو من أعظم الوسائل لقبول الحق، والأسلوب السيء العنيف من أعظم الوسائل في رد الحق وعدم قبوله. ويلحق هذا ما يفعله الناس من المظاهرات التي قد تسبب شرا عظيما على الدعاة، فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة، والطريق الصحيح للزيارة والمكاتبة، فينصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرات. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات والمسيرات، ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم وهكذا. طيب ما حدث الآن من مظاهرات هذا أدت إلى إضرام القلوب وكوارث ونكبات، ولهذا مثلا في صفحة 212 ذكر يعني أن عدم النصيحة بالعلن والنصيحة عدم النصيحة بالسر والنصيحة في العلن تؤدي إلى أمور. فقد كان أمير الأندلس الحكم بن هشام بن الداخل من جبابرة الملوك وفساقهم ومتمرديهم كما يقول الذهبي، وكثرت العلماء في دولته حتى قيل أنه كان بقرطبة 4000، فعز عليهم انتهاك الحكم بن هشام للحرمات فهيجوا الناس عليه ونكثوه في نفوسهم، وزعموا أنه لا يحل الصبر على سيرته الذميمة، واتمروا ليخلعوه، وعولوا على تقديم أحد أهل الشورى بقرطبة لما عرفوا من صلاحه وعقله ودينه، فعرفوه بالأمر فأبدى الميل إليهم واستضافهم عنده، ثم أخبر الحكم بشأنهم فأرسل إليهم بعض عيونه وجلسوا وراء الستر، وكاتب منهم يكتب ما يقوله هؤلاء، فمد أحدهم يده وراء الستر فرآهم فقام وقاموا وقالوا فعلتها يا عدو الله، فمن فر لحينه نجا ومن لا قبض عليه. في 77 رجلا ضربت أعناقهم وصلبوا، وأخذ الحكم في جمع الجنود وتهيأ، واستأسد الناس وتنمروا، ووقعت بينهم موقعة الربض التي قتل الحكم فيها زهاء 40,000 من أهلها الذين بلغ استخفافهم بالحكم أنهم كانوا بالحكم أنهم كانوا ينادونه ليلا من أعلى صوامعهم الصلاة الصلاة يا مخمور. وهكذا لأنهم وصلوا مرحلة يعني من الاستهزاء وإرادة قلب الحكم، يعني هذا دائما يعني في مر التاريخ النقد الحكومات ونقد الحكام وكشف أسرار من حياتهم الخاصة وفضح الوزراء، هذا يعني ليس من باب قول الله عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وكأن موسى وهارون لم يبلغ شجاعة هؤلاء الأبطال وورعهم وتقواهم عندما أمرهم ربهم باللين والرفق في مخاطبة فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لهذا يعني العلماء كانوا يعني شديدين أو شديدي الحرص على عدم الإنكار على سلطان إلا بالسر وبالكلام الطيب. ولهذا التجارب يعني التي ذكرها المؤلف في صفحة 214 لتؤكد أن الإنكار على الحكومات على رؤوس المنابر وفي مجامع الناس وفي المنشورات وغيرها يؤدي إلى تأليب العوام وإثارة الرعاع وإشعال الفتن، وهذه يعني من أشك أنها أنكر المنكرات، غير أن الوسيلة لابد أن تكون شرعية. طيب من واجبات ولي الأمر النصرة، يعني النصرة والتعاون، واجبات التي علينا أن ننصره وأن نتعاون معه. أولها فعلى المسلمين أن يتعاونوا مع الحاكم في كل ما يحقق التقدم والخير والازدهار في جميع المجالات الخارجية، بالجهاد في المال والنفس، بزيادة العمران وتحقيق
النهضة الصناعية والزراعية والأخلاقية والاجتماعية وإقامة المجتمع إقامة المجتمع في على الخير وتنفيذ القوانين والأحكام الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم النصيحة، كل هذا يؤدي إلى النهضة والتقدم. ويجب على الرعية أن تنصر ولي أمرها في الحق، وإن كان يمنعها حقوقها فإن نصرته نصرة للدين وقوة للمسلمين، لا سيما إذا خرجت عليه فئة تريد أن تخلعه أو تنزع يده من طاعته. ولذلك ورد في الحديث: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي الحديث يقول النووي معناه ادفعوا الثاني، يعني من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازع فاضربوا عنق الآخر. أيضا الذين يخرجون على الحاكم بغاه يجب ردهم إلى طاعته. الآن النصر والتعاون، أول علينا أن ننصر الحكام في كل ما يحقق التقدم والخير والازدهار. ثانيا ننصرهم في الحق، وخاصة إذا خرجت فتنة أو فئة تريد أن تخلعه وتنزع يدها من طاعته. ثالثا الذين يخرجون على الحاكم يعتبرون بغاة، يجب ردهم إلى طاعته وإلا قوتوا يناصحون، فإن لم يرجعوا عن هذا المنكر فيقاتلون. يقول ابن جماعة: فإذا خرج على الإمام طائفة من المسلمين لهم شوكة، يعني سلاح وقوة، ومنعه وقصدت خلعه أو تركت الانقياد لطاعته أو منعت حقا من حقوق الواجبة بتأويل أظهرته ولم يقدر على ردها إلى طاعته إلا بقتالها، فهم البغاة. فيبدأ السلطان أولا بمراسلتهم، يقول: لماذا أنتم خرجتم علي؟ فإذا كان عندهم بعض الأمور أو بعض الأحاديث أو الآيات متأولينها يناظرهم، يرسل من يناظرهم، فإن ذكروا شبهة أزالها بجواب يرجعون إليه، وإن شكوا مظلمة أزالها، فإن رجعوا إلى طاعته كف عنهم، وإن أبوا قاتلهم، فإن تابوا قبلت توبتهم وترك قتالهم، وإن أصروا وجب قتالهم، ولا يكفرون بالبغي، بل هم عصاة مخطئون فيما تأولوا. ما نقول أنهم كفرة، بل هم يعتبرون بغاة. ولهذا العلماء يقولون يجب على الرعية المعاضدة والمناصرة في أمور الدين وجهاد العدو، وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول ابن جماعة كذلك: القيام بنصرته ظاهرا وباطنا ببذل المجهود في ذلك، وتكون النصرة أيضا بالذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس في الظاهر والباطن. يعني الآن ذكرنا من الواجبات من صفحة 199 إلى 216 حقوق بيعة ولي الأمر، وهنا ذكرها في حقوق الحكام أو حقوق ولي الأمر. أولها الإخلاص والدعاء، ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله. وأيضا حديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا بشيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وذكرنا كلام بن سعدي في صفحة 200، وكذلك ذكرنا قول الفضيل بن عياض في صفحة 201، وذكرنا كذلك صفحة 203 الحق الثاني وهو التوقير والاحترام، وذكرنا بعض المقولات في ذلك، وقلنا أن من كان يريد أن يكون ضامنا على الله عز وجل فله الخمسة أشياء، منها إن دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره يعني يعظمه فهو بإذن الله من الذين يضمنهم الله عز وجل، يكون ضامن على الله. ثالثا السمع والطاعة والتقيد بالنظم والقوانين. رابعا ذكرنا في صفحة 206 النصح والإرشاد.
وذكرنا قول إمام دار الهجرة في صفحة 206، وذكرنا صفحة 207 قول ابن القيم الجوزية، ثم ذكرنا وأكدنا عليها في صفحة 208 حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبده علانية، لكن يأخذه بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وقلنا هذا أصل في النص في إخفاء نصيحة السلطان، وقلنا هو يعني سواء السلطان الإمام الأكبر أو من الكبراء والرؤساء. ثم ذكرنا المنهج الشرعي في مناصحة الحكام لشيخ أهل السنة مفتي المملكة السابق الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره من الأمور. ثم ذكرنا في صفحة 214 النصرة والتعاون، هذا ما كان من واجبات ولي الأمر. أسأل الله عز وجل يوفقنا لكل خير وينفع بما نقول وبما نسمع، ونلتقي بكم في المحاضرة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.